صباح الخير، معك الشيف ياسر. كل عام وانتم بخير، عيد فطر سعيد. حابب اجهز لكم شغله حلوه على العيد مشان الضيافه مشان اي شيء. هو عباره عن شوكو اوريو، شوكولا وبوظه وكريمه وشوكولا سائله، كاكاو لزينه وحليب. نحط اول شيء الحليب، بعدين نستخدم البوظه، بوظه حليب، هلا هيك بنجهزهم. وهلا هيك بنجهزهم نحن لنخلطهم مضبوط. هي عبارة زي ما تكون شو البوظة أكثر من الحليب مشان تعطي طعم طيب. يعطيها طعم ونكهة. هلا بناخذ كريمة نزين كاساتنا فيها. طبعا هي مجهزة مسبقا، هي عبارة عن حليب وسكر وكريمة شانتي بودرة. وهلا هيك نزينهم مبدئيا مشان بعدين بنكمل من فوق. نعطيها الشكل اللي بدنا اياه نحن شلون ما بدنا على كيفنا. هيك نعطيها الشكل يكون حلو. يعني نحسن نساوي شغلة حلوة مشان ضيافة العيد، بعيد كل بيت تكون شغلة هيك خفيفة. نرجع ندور شوي. صار جاهز. نكمل الزينة. ناخذ شوية كاكاو نزين فيه من فوق. وهيك صار تقريبا جاهزين. هيك نحط شوكولا سائل على الوجه. هيك صار جاهز للتقديم. صحتين هون.